صباح الورد، بتحبي المافن؟ عايزة تفطري بيه بس مستعجلة؟ أنا هخليكي تعمليه بأسهل طريقة. هنعمل المافن بالتوست والبسطرمة، يلا بينا نشوف إزاي. هنحط بضاية وعليها كوباية لبن، رشة ملح، رشة فلفل، وهنخلط ده مع بعضه وهنحط عليهم التوست المتقطع. هنحط عليهم الفلفل الألوان المتقطع وجبنة شيدر مبشورة، وهنقطع عليهم بسطرمة. هنقلب كل ده مع بعض وهنحط المافن في الكب كيك. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما وشها يحمر. وده شكل المافن بعد ما طلع من الفرن. مش قلتلك سهلة؟ يلا بينا نفطر. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.